السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد. أهلا بكم في قناة فلاش التعليمية. ازيكم يا أصحابي؟ افهم وتعلم ببساطة. النهاردة إن شاء الله هنشرح الجزء الباقي من شابتر 2 كتاب ديسكفر منهج كي جي 2، والشابتر بعنوان كلاس بورتريت أو صورة الفصل، لوحة الفصل. وكنا وصلنا المرة اللي فاتت لبداية بيج 31 أو صفحة 31، والبيج دي بعنوان جوب بازل. وقبل ما نبتدي نشرح، أتمنى أنك تكون شاركت الدرس اللي فات مع أصحابك علشان يقدروا يتابعوا معانا الشرح الجديد وكلنا نستفيد مع بعض. وزي ما احنا متعودين، ياريت يكون معانا الكتاب وقلم. ويلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة directions بتاعت البيج دي زي ما احنا شايفين: Can you put the job back together? Can you put the jobs back together؟ يعني هو بيقولك تقدر تجمع الصورة دي تاني. وهنا مطلوب منك ان انت تقص الصورة دي من البيج دي بتاعت الكتاب، وهي على شكل 4 أجزاء هنقصها ونخليها مش مترتبة مع بعضها، ونرصها بشكل سليم او نحطها بشكل سليم في البيج اللي بعد منها، وهي بيج فاضية في الكتاب. وده الهدف منها، ان احنا نجمع الصورة دي مرة تانية ونحطها ونلزقها بشكل سليم في الصفحة اللي بعد منها. والكلمات الجديدة هنا كان يعني يستطيع، يو انت، put يعني يضع، the jobs يعني الوظائف، back مرة أخرى، together معا أو مع بعض. وهنا لازم نحفظ كان يعني يستطيع، ونحفظ put يعني يضع، وjobs احنا خدناها المرة اللي فاتت بتاع بمعنى وظائف، together معا. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، ادي 31 والبيج بتاعتها اللي هي اللي هنجمع فيها الصورة. وبيج 33 فيها صورتين تانيين، صورة للفاير فايتر أو رجل الإطفاء، وصورة للدكتور أو الطبيبة. ومطلوب منكم يا حبايبي إن احنا نقص الصور دي برضو من الصفحة دي ونخلطها مع بعض، وبعدين نعيد ترتيبها مرة تانية في البيج اللي بعد منها. وبكده نكون أنهينا الجزء ده، ونوصل للبيج اللي بعد كده، favorite jobs bar graph يعني التمثيل البياني او الرسم البياني للوظائف المفضلة او لتفضيلات الوظائف. وهنا هو جاب لنا مجموعة من الوظائف او مجموعة من الجوبس، والدايركشنز بتاعتها كالآتي: read the bar graph اقرأ الشكل البياني، answer أجب the question below الأسئلة المكتوبة تحت منه أو أسفل منه. read يعني اقرأ، the paragraph الرسم البياني، answer يعني أجب، the questions الأسئلة below المكتوبة بالأسفل. وموجود هنا زي ما احنا شايفين: doctor طبيب، farmer مزارع، firefighter رجل مطافي، scientists عالم، author كاتب، baker خباز. doctor طبيب، farmer مزارع، firefighter رجل اطفاء، scientist عالم، author كاتب او مؤلف، baker خباز. ومرة تالتة: doctor طبيب، farmer مزارع، firefighter رجل إطفاء، scientist عالم، author مؤلف أو كاتب، baker يعني خباز. والكلمات دي تحفظوها يا حبايبي بالقراية والكتابة، علشان مهم جدا إن احنا نكون عارفينها. وهنا الأسئلة اللي موجودة تحت البار جراف ده أو الشكل البياني ده، أول سؤال بيقول how many. how many يعني كم عدد، وده لازم نحفظه برضو. how many دي طريقة السؤال عن عدد أي حاجة، بنقول how many. بيقولك how many doctors، كم طبيب. في عندنا كم طبيب في الصورة دي؟ هنطلع نشوف 1 2 3، في 3 doctors
واحد اتنين تلاتة، في تلات مربعات 3 yellow squares، يعني في تلات أطباء موجودين عندنا. تمام، يبقى how many doctors؟ يبقى في ايه؟ في 3 doctors. السؤال اللي بعد منه how many scientists؟ كام عالم عندنا؟ في عندنا كام عالم؟ how many scientists؟ في عندنا كام عالم؟ 1 2 3 4، في عندنا 4 علماء، يبقى there are 4 scientists، يبقى هناك 4 علماء. يبقى how many scientists؟ كم عالم؟ كم عالم؟ هنعدهم مرة تانية، 1 2 3 4، يبقى عندنا 4 علماء، there are 4 scientists، هناك 4 علماء. وننزل للسؤال اللي بعد منه how many authors؟ كم كاتب؟ كم مؤلف؟ how many authors؟ مين هيجاوب عليا يا اصحابي؟ ال authors هما، مين هيجاوب عليا؟ فهد، انا عارف ان انت شاطر يا فهد، ومريومة كمان، وهقولكو في فقرة الاسماء الناس الشطار في اخر الفيديو ان شاء الله، انا مش ناسيكو. ايوه، في كام مؤلف؟ how many authors؟ there are 2 authors، there are 2 authors، في 2 مؤلفين. ونوصل للسؤال اللي بعد كده circle the job، ضع دائرة حول الوظيفة that most of your classmates. classmates يعني زملاء الفصل، classmate زميل الفصل، جمعها classmates يعني زملاء الفصل، won't يريد to be أن يكونوا، يعني ضع دائرة حوالين الوظيفة اللي كل أصحابك في الفصل عايزين يطلعوا يشتغلوها. ونقولها مرة تانية in English: circle the job that most of your classmates want to be، يعني ضع دائرة حوالين الوظيفة اللي أصحابك في الفصل كلهم عايزين يشتغلوها، وانت هنا تشوف أصحابك في الفصل عايزين يطلعوا ايه؟ عايزين يطلعوا دكتور ولا فارمر ولا فايرفايتر ولا ساينتست ولا اوثر ولا بيكر، ونحط حواليها سيركل، اللي هي السيركل اللي هي الدائرة، ولازم نبقى حافظينها كتابة وقراءة. وآخر سؤال underline. underline يعني ضع خط تحت، هي كلمة على بعضها underline، under يعني تحت وline يعني خط، الاكسبريشن على بعضه ضع خط بأسفل. underline the job that most of your classmates do not want to be، ضع خط تحت الوظيفة اللي أغلب أصحابك في الفصل مش عايزين يطلعوها. طبعا كل الوظائف كويسة، احنا ما عندناش تمييز ضد اي حد، بس هو انت هتشوف اصحابك في الفصل مش عايزين يطلعوا، الاغلبية العظمى مش عايزين يطلعوا ايه، وتحط تحت منها خط، يبقى underline the job that most of your classmates do not want to be، ده خط تحت الوظيفة اللي اصحابك في الفصل او معظم اصحابك في الفصل، most يعني معظم اصحابك في الفصل، لا يريد أن يعملوا بها، وهي الوظائف مرة تانية doctor, farmer, firefighter, scientist, author and baker. وبكده نكون أنهينا page 35، ونتنقل ال page اللي بعد منها، وهي بعنوان murals. murals يعني الجداريات. يعني ايه جدارية يا اصحابي؟ murals جداريات. يعني ايه جدارية يا اصحابي؟ يعني ايه الجداريات؟ الجداريات هي اللوح الفنية والصور المرسومة على الحوائط وعلى المباني وعلى الاسقف، وهي بتكون بتمثل افراد او اماكن او احداث، فهي دي اسمها الميورالز او الجداريات، وهي موجودة في اماكن كتيرة جدا في مصر وفي العالم كله، في جداريات موجودة في كل حتة، ممكن تشوفوها وانتوا في طريقكم في أي مكان،
هتشوفوها على المباني وعلى جدران المباني، ممكن تشوفوها جوه بعض الأماكن برضو على الحوائط وعلى الأسقف. دي اسمها ميورالز، ميورالز يعني جداريات، وهي بتمثل يا إما أفراد يا إما أماكن يا إما أحداث. وهنا بيقول لك ال directions بتاعت الصفحة دي أو السؤال بتاعها: What do you see؟ أنت شايف إيه هنا؟ فكل واحد ممكن يكون ليه إجابة مختلفة عن التاني، مفيش حاجة اسمها إجابة نموذجية، وبالذات في الصفحة زي كده. ليه؟ لأن أنت ممكن تكون شايف مثلا ألوان مش أكتر. واحد ممكن يقول لي I can see yellow color and red color and green color، واحد تاني ممكن يقول لي أنا شايف في طيور مرسومة أشكال مختلفة، يقول لي I can see birds and parrots in so many colors، بألوان كتيرة. واحد تاني ممكن يكون يفصل الموضوع بشكل أكتر تفصيل ويقول لي I can see parrot، parrot يعني بغبغاء، I can see bird، I can see bird، bird يعني طائر، I can see owl، owl يعني بومة، I can see butterfly، butterfly يعني فراشة. كل واحد ممكن يكون ليه إجابة مختلفة، لكن كلنا متفقين إن في لوحة فنية مرسومة قدامنا وشكلها جميل، واسمها مرة تانية ميورالز. ميورالز يعني جداريات، والمفرد بتاعها ميورال، ميورالز، 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 تمام. ودي الكلمة دي حفظ أيضا، قراءة وكتابة. ونتنقل للصورة التانية برضو وعليها نفس السؤال: What do you see؟ انت شايف هنا ايه؟ واحد ممكن يقول I can see a big ship، انا شايف I see big ship او big boat، انا شايف سفينة كبيرة، شايف قارب كبير، in many colors، بألوان مختلفة أو بألوان كتيرة، تمام. كل واحد ممكن يكون ليه إجابة مختلفة عن التاني. I can see water، أنا شايف مية. I can see blue sky، أنا شايف سماء زرقاء. كل واحد ممكن يكون ليه إجابة مختلفة عن التاني، وبالتالي احنا هنا هنشوف الصور ونشوف هنقول عليها ايه. وبكده نكون انهينا page 36، ونتنقل للpage اللي بعد كده وهي page 37، وعنوانها كالآتي: now يعني الآن، now يعني الآن، and و، and و، the future، the future المستقبل، the future المستقبل، now and the future، الآن أو الآن والمستقبل، now and the future، الآن والمستقبل، now and the future. directions بتاعتها: draw yourself now، ارسم نفسك الآن، yourself يعني نفسك، now الآن، ودرو يعني احنا عرفنا ان هي معناها ارسم، and then ثم بعد ذلك draw what do you want to be in the future، ماذا تريد أن تكون في المستقبل، then ثم بعد ذلك draw ارسم what ما do you want أنت تريد to be أن تكون in في the future المستقبل. ونقول الـ directions مرة تانية: draw yourself now and then draw what do you want to be in the future. Draw yourself now and then draw what do you want to be in the future. وهنا عمل لك مربعين أو two boxes. أول مربع كاتب فيه now أو الآن، أنت هترسم نفسك دلوقتي بشكلك الحالي وتشوف شكلك عامل إزاي، وبعد كده تتخيل نفسك في المستقبل. هل يا ترى عايز تطلع طبيب، عايز تطلع ضابط، عايز تطلع scientist، you wanna be a doctor، you want to be a doctor، you want to be a firefighter، you want to be a scientist، you want to be an author، you want to be a baker، you want to be a farmer. عايز تطلع ايه من الوظائف اللي احنا خدناها في الدرس ده، الصفحات اللي فاتت؟
ارسمه وتخيل نفسك عامل ازاي. وممكن تكون حاجة تانية برضو، ده حاجة ترجع لك انت. وبكده نكون انهينا page number 37 ونوصل ل page number 38 وعنوانها كالآتي: My communities. My communities يعني مجتمعاتي، ومفردها مجتمع يعني community، وماي حاجة خاصة بي، حاجة ملكي. My communities يعني مجتمعاتي. Directions بتاعتها كالآتي: Write your name، اكتب اسمك، in the me circle، في الدائرة الخاصة بمي، بأنا. هنا في مي زي ما احنا شايفين، وبيقول لك write your name، اكتب اسمك في الدائرة دي اللي مكتوب عليها مي أو أنا. وتاني حاجة write Egypt. Egypt يعني مصر، والكلمة دي لازم تحفظوها كويس، هتستخدموها بقية حياتكم. In the country circle، في دائرة البلد، وهنا country circle دائرة البلد، وهتكتب هنا Egypt على الدوتس اللي جنبها دي، هتكتب هنا Egypt على الدوتس دي، وال مي سيركل او الدايره اللي مكتوب فيها مي او انا هتكتب على الدوتس اللي موجوده فيها، النقط اللي موجوده فيها هتكتب عليها اسمك. وباختصار هنا هو بيوري لك ان احنا جزء من مجتمعات حوالينا، يعني انت اللي هي مي جزء من مجتمع اسمه الاسره اللي هو فاميلي. فاميلي يعني الاسره، ودي لازم نحفظها برضو قراءه وكتابه. الاسره جزء من مجتمع اكبر، و في مجتمع تاني اسمه سكول. سكول يعني المدرسة، ودي لازم نحفظها سكول. السكول جزء من مجتمع أكبر منه شوية، واللي هو السيتي، المدينة، كايرو. كايرو سيتي مثلا، لا وانت مثلا في الاسكندرية ألكساندريا، أي مكان موجود انت فيه في مصر ده اسمه سيتي، وده مجتمع أكبر من السكول اللي انت فيها، والسكول مجتمع أكبر من الفاميلي اللي هي أسرتك، والأسرة انت جزء منها اللي هو مي اللي هتكتب تحت منها اسمك. والسيتي اللي هي المدينة جزء من الكنتري اللي هي البلد، واللي هي ايجيبت مصر، واللي لازم نحفظها زي اسمنا. وعرفنا المغزى بتاعها ان احنا كلنا موجودين جوه مجتمعات، كل مجتمع اصغر من مجتمع اكبر منه، زي ما قلنا مي جزء من الفاميلي الاسرة، الاسرة جزء من مجتمع اكبر، وهي في مجتمع تاني اسمه المدرسة سكول، جزء من هي والفاميلي طبعا، الفاميلي والسكول جزء من مجتمع اكبر هو السيتي او المدينة، والمدينة جزء من مجتمع اكبر اسمه كانتري. كانتري يعني بلد، يبقى كانتري بلد، سيتي مدينة، سكول مدرسة، فاميلي أسرة، مي أنا. وكده نكون انهينا البيج دي، وهي page 38، ونتنقل page 39، واللي هي بعنوان national anthem أو النشيد الوطني. national يعني وطني، anthem يعني نشيد. والدايركشنز بتاعتها بتقول listen as you read، اسمع كما تقرأ the chorus، الكورال اللي هو بيقول النشيد الوطني. follow، تتبع the words، الكلمات، with your finger، بإصبعك. يبقى مرة تانية listen، اسمع، as you read، كما تقرأ، the chorus، الكورال. follow، الكورال اللي هو يا أصحابي مجموعة من الأشخاص جنب بعض بيقولوا نفس الحاجة في نفس الوقت بصوت جميل، ده بيبقى اسمه كورال. ده بيبقى اسمه كورال، زي اللي بيقفوا ورا مثلا مطرب معين ويقولوا الكلام اللي هو بيقوله بصوتهم الجميل وراه، فيرددوا الكلام بصوت أكتر من صوت واحد، ده بيبقى اسمه كورال. يبقى بيقول لك listen، اسمع، as you read، كما تقرأ، the chorus، chorus اللي هو الكورال. follow، تتبع، the words، الكلمات، with your finger، بإصبعك. يبقى هنقرأ وإحنا بنسمع النشيد الوطني ونحرك صبعنا على الكلمات. الكورال: بلادي بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي، مصري يا أم البلاد، أنت غايتي والمراد، وعلى كل العباد كم لنيلك من أيادي، بلادي بلادي بلادي،
لك حبي وفؤادي. وده النشيد الوطني بتاعنا، وبكده نكون انهينا البيج دي وعرفنا معناها ايه، ننقل للبيج اللي بعد كده، وهي بيج نمبر 40 او 40، وهي بعنوان A piece of Egypt او قطعة من مصر. piece يعني قطعة، of Egypt من مصر. والدايركشنز بتاعتها كالآتي: draw what you collected on the nature walk، يعني ارسم اللي انت جمعته في مشيك في الطبيعة في مصر هنا. يعني هو هنا بيفترض ان انت مشيت او خرجت مثلا مع اصحابك في رحلة، او مع اسرتك في رحلة في مصر، وجمعت بعض المناظر او المشاهد المختلفة، مشاهد المباني، مشاهد الاثار، مشاهد الجناين والحدائق، وانت جمعت الحاجات دي جوه عقلك. فبيقولك هنا ارسم اللي انت جمعته اثناء مشيك في الطبيعة في مصر، وسايب لك مربع. draw يعني ارسم what ما you collected، انت جمعته. collected قام بجمع، يعني اتجمع خلاص. والمضارع بتاعها collect، هنعرف المضارع والماضي والمستقبل في اللغة الانجليزية ان شاء الله في جزء الجرامر بعد كده. you collected، انت قمت بجمع. on the nature walk، في المشي في الطبيعة. سايب لك زي ما قلنا البوكس ده ترسم فيه انت شفت ايه وجمعت ايه في عقلك اثناء مشيك في الطبيعة في مصر. كده نكون انهينا page 40 ونتنقل ل page 41، وعنوانها كالآتي: painting our communities، يعني تلوين مجتمعاتنا او رسم مجتمعاتنا. painting بتيجي بمعنى تلوين، وبتيجي بمعنى رسم، وبتيجي بمعنى طلاء. painting بتيجي بمعنى تلوين، وبتيجي بمعنى رسم، وبتيجي بمعنى طلاء. طلاء يعني اللي هو الدهان لو عارفينه. our يعني حاجة ملكنا، our اي حاجة ملكنا بنقول عليها our. communities يعني مجتمعاتنا، ومفردها زي ما قلنا community مجتمعي. الدايركشنز بتاعتها كالآتي: paint something، ارسم شيء ما. something يعني شيء ما. you learned، انت تعلمته. about your school، عن مدرستك. الدايركشنز الجزء التاني بتاعه: paint something، ارسم شيء ما. you learned، انت تعلمته. about your country، عن بلدك واللي هي Egypt. يبقى paint something you learned about your school، ارسم حاجة انت تعلمتها عن مدرستك. paint something you learned about your country، ارسم حاجة انت تعلمتها عن بلدك. وهنا سايب لك مربع ترسم وكاتب فيه school يعني مدرسة. بيقول لك ارسم فيها حاجة انت تعلمتها عن مدرستك. ممكن ترسم مثلا صورة الكلاس بتاعك، ممكن ترسم مثلا طابور الصباح، ممكن ترسم مثلا صورتك وانت بتلعب مع اصحابك. ده في السكول. في الجزء الثاني ايجيبت اللي هو مصر، اللي هو your country بلدك الحبيبة، ممكن ترسم فيها مثلا صورة عن مصر. انت مثلا لو تعرف الاهرامات ارسم الاهرامات لو شفتها قبل كده، برج القاهرة، نهر النيل، اي حاجة انت تعلمتها عن مصر ارسمها. تمام، في حاجات كتير قوي ممكن ترسمها هنا في المربع ده. وبكده نكون انهينا page 41 وانهينا معاها chapter 2 كله. ومش عايزين ننسى قبل ما نختم حبايبي الحلوين اللي كانوا بيجاوبوا معايا وشاطرين في الدروس اللي فاتت، وهم مريومة، مريم الشطورة، وفهد حبيبي وحبيب بابا ومامته، وبيدو حبيب بابا ومامته برضو، وهم حبايب الحلوين. واتمنى ان انتوا تكونوا كلكم اشطر الشطار ان شاء الله. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا بجد من درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو في الواتساب او الفيسبوك. وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وممكن تفرق معاه، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.